سؤال وجواب في النزيف. يا دكتور العيان صدره بقى وحش جدا، ده كان داخل كويس وبدأ صدره يتعب. طبعا المريض بتاع النزيف في بعض الأحوال بيبدأ يحصل عنده صعوبة في البلع ويحصل له شرقان. الشرقان دوت بيؤدي أحيانا للالتهاب في الرئة، وهو طبعا ده محدش بيقدر يتجنب ده. ولكن لو ما الدكتور مع حالة النزيف وبدأ معاه بشرجان، دايما احنا بنركب الري للعيان، والري ده بيقلل لنا مضاعفات كتيرة لحدوث صعوبة البلع والشرجان اللي ممكن تحدث، لأن ممكن الشرقان ببساطة يؤدي إلى انسداد في تفرعات القصبة الهوائية، وممكن يؤدي إلى التهاب رئوي. ولكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تسيء حالة النزيف، وهي طبعا حدوث التهاب رئوي وارتفاع في درجة الحرارة، وممكن وحدها بس تودي بالحياة بتاعة المرض.